أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارا جمهوريا بتعيين صالح أحمد الرصاص محافظا لمحافظة البيضاء خلفا عن المحافظ السابق نايف القيسي. ومعي حول هذه النقطة قائد محور البيضاء العميد الركن مراد طريق، نرحب بك. بداية، هل يحظى محافظ المحافظة الجديد للبيضاء بثقل اجتماعي وعلاقات تمكنه من أداء مختلف أو أداء مختلف يختلف عن عمل المحافظ السابق؟ أولا نشكركم على الاستضافة، أهلا بك. الحمد لله. على كل حال، الأخ نايف القيسي هو قام بما يستطيعه، والخبرة الإدارية مهمة، والثقل الاجتماعي أيضا مهم جدا في واقعنا اليمني. والشيخ صالح بن أحمد الرصاص يملك الاثنتان، الخبرة الإدارية والثقل الاجتماعي، وإحنا نتفائل بوجوده ضمن صدارة المشهد في محافظة البيضاء، يعني نتفائل خيرا، وإن شاء الله إنه هو الرجل المناسب نعم لقيادة المحافظة في هذه المرحلة. نعم، برأيك ما هي التحديات التي يمكن أن تواجه المحافظ الجديد؟ والله أنا لا، هو أكثر يعني خبرة الإدارية والقبلية والاجتماعية كبيرة، ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أهي الحرب والخديعة يا رسول الله أم منزلا أنزلك الله إياه؟ قال: بل الحرب والخديعة. نعم. فنحن نشير نشير يجب أن تكون أولى الأولويات أن 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 أن, أن, أن محاولة جمع البيضاء، محاولة جمع البيضاء بمختلف أطيافها المناصرة للشرعية، وتحديد الهدف الذي يجب أن 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 تحققه الأطياف الشرعية. نعم. بالنسبة لذكر الشرعية، يعني ما هو التوجه العام لها في الفترة المقبلة بالنسبة للبيضاء؟ والله يا سيدي، الشرعية يعني تأخرت في النظر إلى البيضاء بما تستحق كخاصرة، خاصرة يمكن أن توصلنا إلى صنعاء، إلى ذمار، إلى إب، إلى الضالة، إلى أماكن كثيرة، وكان يجب أن تعطى يعني حقها بما يستوجبه الموقف وبما يستوجبه الحدث. نعم. البيضة تأخير محاورها، تأخير رجالاتها، تعيين يجب أن يعاد النظر في مسميات كثيرة وظيفية. يعني نعم. الشيخ صالح بن أحمد الرصاص أنا أعتبره بداية إصلاح قوية ورائعة، ولكن يجب أن لا نركن على فقط أن يصدر القرار وأن لا يتم فعله بعده. نعم، في ظل هذه التغيرات. أيوة. نعم، خليني أكمل لك. تفضل تفضل. وأيوه، والبيضة هي مخزوننا البشري الذي لو وصلنا إليه لاستطعنا أن نؤمن جبهات كثيرة، مخزون من الرجال المقاتلين المناصرين للشرعية. نعم. في ظل هذه التغيرات في البيضاء، أطلعنا عن الوضع العسكري فيها، ماذا عن سير المعارك؟ والله يا سيدي، لو وجدت الوسائل، يعني وجدت الوسائل اللازمة ووحدة القيادة والسيطرة، يعني أن تتم تحقيق في البيضاء ما لم يحقق في غيرها. بالأمس كانت في معارك في ذي نعم، واشتباكات في مديرية ذي نعم، يعني بمختلف الأسلحة وعلى مختلف الصعد، وتحدث اشتباكات يعني وحروب كر وفر في مناطق قيفة وبلاد آل حميقان الزائر وما إليها. والبيضة لو 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 تم الجلوس على الطاولة وتم إعداد ما يلزم لا تم تحريرها بأقل ما يمكن. يعني ما ليس بأقل ما يمكن، ولكن لكنا في موقع متقدم على ما نطالب به الآن. نعم. والبيضة تحتاج إلى عون وإلى إمداد وإلى وحدة القيادة والسيطرة. نعم. عسكرية، مدنية وعسكرية. أشكرك العميد الركن مراد طريق قائد محور البيضاء، كنت معنا عبر